أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا عم، يا سلام. ربي أكرما، ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر، إذا ما ابتلاه فقدر، إذا ما ابتلاه فقدر، إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي وأما إذا ما ابتلاه فقدر، إذا ما ابتلاه فقدر، إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا. الله أكبر، 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 الله أكبر. بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. كلا 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 إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك. الله يجزاك قبول يا عبد الله بتوفيق من الله. الله يشفع حضرتك يا رب. وجاء ربك والملك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان، يوم يتذكر
يذكر الإنسان وأما له الذكرى يوم يتذكر الإنسان قدمت لحياتي. الله الله اكبر. الله يا عظم الله. الله اكبر. الله يجزيك القبول يا عم. الله يقبل. فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك النبي. ارجعي إلى ربك راضية فادخلي في عبادي ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لا أقسم بهذا البلد. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله فادخلي في عبادي. فادخلي في عبادي. وادخلي جنتي. لا أقسم بهذا البلد. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فادخلي في عبادي
ادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد. الله أكبر. الله يجزاك قبول يا عم. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد والد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد صدق الله العظيم الفاتحة. وهكذا أيها الأخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتأثر من آيات الله البينات. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد القارئ بإذاعة تلفزيون جمهورية مصر العربية والمقيم بمدينة أشمون، تليفون 42-970 أشمون منوفية، ونقلناها على أسماح حضراتكم على إحدى وحدات الإذاعات المحلية مع الإنارة الكهربائية إدارة محلية.